شدك. لف هنا يا بني ادم، بتعمل ايه؟ لف الابره لبره كده. ماشي يا عم السوابق، عشان عليك ان انت خبره. عرفت البنت الحلوه دي ازاي؟ سبحان الله يا اخي، الحرامي رزقه واسع حتى في الحريق. شد. ايه ده؟ كل حاجه هنا، اتاكد بس ان مفيش حاجه ناقصه. طمني عليك يا استاذ. كله تمام، بس في حاجة ناقصة. وما قلتش ليه من الأول؟ كنت جبتها لك. طب قول بسرعة وأنا هروح. بس دي حاجة ما ينفعش تجيبها من الأجزخانة. حاجة لازم يعني مع البنج الموضوع عشان يقدر يستحمل. حاجة إيه؟ سنة أفيون. نعم. يعني إزازة خمرة، حباية ترامادول. يا عم أنت جنسك إيه بالظبط؟ هتجيب الحاجة دي منين؟ أنت ما بتفهمش. ما هو مش هينفع كده، البنج الموضوع لوحده مش هخليك تستحمل حاجة. مش فتحة صدر إيه ولا فتوانة يا عم السوابق. سوابق ايه؟ ده ضابط في العمليات الخاصة. ضابط في العلاقات الخاصة؟ ازاي يعني؟ ضابط يعني ضابط دبابير؟ يا عم اخلص يلا. حاضر يا باشا. هو انت دكتور؟ يعني ايه هو اللي يعني؟ دكتور ولا مش دكتور؟ يعني كنت هبقى دكتور بس الظروف يعني. يا عم خلصني. حاضر يا باشا. يلا فريدة هاتي لي فوطة بس، مالكيش دعوة. يلا يلا يا ابني انا استحمل. يلا هات لنا معاك يا اباجورة زي بتاع قطف العمليات كده عشان انور العداد. مش انت كمان انت تعمل لي قلبه مفتوح. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يلا يا عم هفك البتاع ده واغسل ايديا اطهرها واجيلك. خد نفس جامد دلوقتي.